مريم اختك فين؟ ايه ده في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اختك فين؟ في ايه يا مريم؟ ايه اللي حصل؟ يا بنتي بكلمك فاهميني ايه اللي حصل في ايه؟ تعالي تعالي يا مريم عملت ايه؟ فين اختك اللي مش محترمه وما كفاش تخرب بيتي؟ فبعتت لي بنتين عشان يخربوا عليا شغلي. يعني ايه بعتت لك بنتين يخربوا عليكي شغلك؟ انا مش فاهمه حاجه. تقولي لهم حاجه. بعتت لي بنتين مش تمام، حطوا كاميرات في البروفات على اساس ان انا بصورهم، وكل ده من تخطيطي لهانم. لا لا، وهي هتعمل كده ليه؟ عشان مش محترمه، عشان ما عرفتيش تخليها بيضه ونظيفه من جوه، عشان ملهاش كبير تخاف منه. فالح بس تتنطط على مراتك وتطلع عليها اللي انت مش عارف تعمله فيها. تعملي فيها كده ليه؟ انا عملت لك ايه عشان تعملي فيها كده؟ ده انا بنت زيك، المفروض تحسي بيا عشان اتجوزت اخوكي. طب ما انا حبيته من كل قلبي، المفروض تحسي بيا. انا عملت لكم ايه؟ ابعدوا عني، دي اخر مره هقولها لكم، ابعدوا عني. وانت لو هوبتي ناحيتي تاني انا هحبسك. عملتي كده بجد؟ عملتي كده بجد؟ ما تندعي. عملتي كده؟ ليه؟ وانت ازاي كده؟ انت بجد بتسأل ازاي كده؟ ما تبص لنفسك في المراية وانت تعرف. انا زيكم على فكرة، وده اصلا اللي تعب.